السلام عليكم، بنرحب فيكم ثانيا في الويند انرجي. اليوم حنتكلم على الالكتريكال سيستم فروم مين شافت تو باور سيستم. فمن الشغلات اللي حنتكلم عنها التالي: الميكانيكال انرجي هاز تو بي كونفرتد انتو الكتريكال انرجي اند فيد انتو ذا باور سيستم. الان الريح هذه هو عباره عن ميكانيكال انرجي، فهذا لازم يحوله في هذا. تو ميك ذس كونكشن ات از ريكوايرد ذا الكتريكال سيستم، ايش في عنده؟ ذا توربين هاز ا باور كيرف اند ذات باور ماست بي كونفرتد انتو الكتريكال باور. زي ما شفناها قبل شوية، في عند الباور كير بعطيني وقتيش الكات ان، وقتيش الريتد باور، وقديش وقتيش الكات اوف. This system has to operate at varying speed، وهذه عشان هيك بنقول الاوتبوت للوين توربان انترميتنس. الانترميتنس ايش يعني؟ بتغير، بيعطيني اوتبوت متقلب مش ثابت. The power has to be supplied to the power system at the voltage and the frequency of that power system. يعني انا لما ادخله بدي ادخله بنفس قيمة الباور بالنسبة للماجنتيود والفريكوانسي تبعت الجريد اللي انا بدي اشبك عليها. This has to be done in cost-effective way. يعني هذه بدها تكون عملية مربحة، minimizing the cost of energy. There are all kinds of control, protection, and safety system around this. طبعا في حاجات كثيرة لازم تحط في الحسبان عشان تضمن إنه هذه ماشية مع اللي بحكيناه قبل شوية. هاي probability اللي عندي الموجودة تبعت الwind characteristic. هاي عندي البلايد اللي بتعمل جينيريشن او التوربين اللي عندي. هذه بدي اشبكها مع مين؟ مع الشبكه اللي عندي. The electric system that makes this connection can be divided into two parts. A part inside the wind turbine called the generator اللي جوه ها. Where this system converts the mechanical power into electrical power. A part outside the turbine called the collection and transmission سيستم. يعني هو اللي بدي حصله وبعدين بدي اعمل له ايش الموجود عندي. الان requirement of electrical system ايش؟ power curve, speed range اللي عندي, voltage and frequency for the grid connection, minimum cost of energy, control, safety and protection اللي حكينا عنهن قبل شوية. طب نيجي نطلع على this system collect the power within a wind farm and transmitted to the power system. يعني هو بجمع لي من كل الباور من الويند فارم وبيوديها للباور سيستم. In wind turbine different generators are applied, geared drive and system and direct drive system. يعني في بيستخدم الجير وفي بيستخدم الدايركت درايف. In a geared drive system the mechanical speed of the system shaft is increased to roughly 15 RPM اللي هي ايش احنا بنتكلم revolution per minute، يعني 1500 revolution per minute. A generator converts the mechanical power into electrical power. هذا لمين؟ للجيرد درايف. In direct drive system the generator is directly driven by the main shaft rotating at a very low speed. يعني الجير بيعطيني سبيد عالي، الدايركت السبيد بيبقى تبعه ايش؟ لو سبيد. هاي الجير درايف ايش بيطلب؟ بنتكلم جير باكس وسمول هاي سبيد جنريتور اللي عندي. هاي الروتر، هاي الجير باكس، وهاي الجنريتر، وهذا الكونفرتر عندي، وهذا بيعطيني للباور سيستم. الان الدايركت ايش عندي؟ فيش عندي الجير باكس، عندي الجنريتر، والجنريتر هذا بيشتغل على لود سبيد، وعندي الكونفرتر والباور سيستم. يعني نفس الشيء، الحاجه اللي بتفرق ايش بين الجير درايف والدايركت درايف انه الجير باكس هنا ايش مش موجود. الان الباور الكترونيك كونفرتر، بوت سيستم نيد ا باور الكترونيك كونفرتر فور كونكشن تو ذا باور سيستم. ذا جنريتر جنريتورز اوبريت ات ا فارينج سبيد اند ذيرفور جنريت ات ا فارينج فولتج اند فارينج فريكوانسي. يعني عندي لا الفريكوانسي ثابته ولا الفولتج
magnitude ثابت. The power system has a constant voltage and a constant frequency. يعني أنا لما عندي لأي سيستم الفولتج عندي بتلاقيه ثابت والفريكوانسي ثابت حسب البلد اللي احنا بنتكلم عنه. A power electronic converter convert the varying voltage and frequency into constant voltage and frequency. يعني الانترميتنس هذا بتخلص منه بعطيني فولتج ثابت قيمة ثابتة وفريكوانسي ثابت. At full load, the typical efficiencies of gearboxes, generators, and power electronic converters are in the order of 97%. وهذا good يعني. أنت بتتكلم على هاي losses 3%. At partial load, هذا at full load. At partial load, these efficiency may decrease, especially for gearboxes. طبعاً بصير إيش في losses عالية بتحصل في هذا المجال. هنا هاي صورة عندي للنوردكس N 117 3000 اللي احنا بنتكلم على 3 ميجا وات الموجود. هاي الشكل تبعها. هاي الجنريتور. هاي الجير بوكس الموجود عندي في هذا المجال. الان الدايركت درايف اللي بنسميه انركان اي 126 اللي بيعطينا 7.6 ميجا وات. The diameter of the generator is in the order of 10 meter اللي عندي. Because the generator is so large, the nozzle is built around this generator given it a different form الموجود عندي. إذا بتطلع الحجم تبعه كبير شكله مش بسيط. From the main shaft to the power system for a single onshore wind turbine, it is connected to the power system using a transformer to increase the voltage level of the generator to that of the power system. عادة لما ننقل الكهرباء من مكان لمكان ايش بنسوي؟ بنرفع فرق الجهد وبقل التيار، هذا بخفض اللوسز في السيستم. For a wind farm, especially offshore, this is more complicated. In a wind farm, the generated electrical power is converted to the right voltage level and then it has to be transmitted to shore اللي عندنا. وهذه بتلاقيها شوية أكثر تعقيدا في هذا المجال. They mainly depends on the distance to the power system onshore. يعني هذه عندي أنا لما يكون offshore اللي هي في البحار، هذه بدك تحول وبعدها ايش تنقلها لانشور. وهذه في عندي هاي احدى المشاكل اللي بتكون في الاوفشور في هذا المجال. وعادة الويند توربان موجودة في مناطق بعيدة عن الكثافة السكانية، فانت بدك تنقل الكهرباء اللي بتولدها. collection of and transmission systems اللي عندي، هاي عندي مثالين هنا الموجودة للأوفشور. عندي OWEZ هذا بتعطيني الفارم تبع موجودة اللي هي هذه إذا بنطلع عليها الويند فارم إجموند ANZ abbreviated هنا as OWEZ has a power of 108 ميجا وات. هذه حوالي 10 كيلومتر of the shore. It is relatively close to shore اللي عندي. يعني هذا لما نتكلم عليها هذه بعيدة، يعني نوعا ما بتعتبر قريبة للسواحل الموجودة. In this case the power collected at a voltage level of 33 كيلو فولت and transmitted to shore at the same voltage level. يعني هذا بحولوها على طول ل 33000 كيلو فولت، وبعدها بنفس الفولتج هذا بتم نقله للشبكات الموجودة على الأرض. الآن مثال تاني بنتكلم على برنسس أميليا اللي بتعطيني هذه تقريبا 120 ميجا وات. المسافة اللي عندي هذه قديش؟ 23 كيلومتر from اللي هي shore. In this case هذا transmit the power to the shore. قديش الماجنتود؟ 150. هناك كان 33 كيلو
فولت هنا 150 كيلو فولت. The voltage increased to reduce the transmission losses. A higher voltage lead to a lower current and the transmission losses are proportional to the square of the current. وهذا زي ما بتعرفوها انت لما تيجي اللي عندي V بتساوي ايش I في R اللي عندي. فأنا بدي اطلع عليها الباور عندي بدي يساوي I squared في R في هذا المجال. فأنت بتتكلم عن التربيع. فكل ما قللت قيمة I كل ما كان اللوسز أقل في هذا المجال. في عند الفقر اللي بعده بنتكلم على براد أوف شور. هذه بتعمل برودكشن 400 ميجا وات. هذا على مسافة 90 كيلومتر في البحر. At 90 كيلومتر from shore, it is classified as far offshore. In this case, the power collection, the voltage level is not increased but converted from AC to DC using power electronics. The reason to use DC for power transmission is that using AC at long distance is not feasible because of the large reactive power consumption of the cables. يعني بحولوها من AC ل DC لأن المسافة بعيدة جدا. Because the offshore power system does not exist yet, a lot of research is done to investigate what's best offshore power system would look like. هذا اللي بنتكلم عليه لحتى الآن. هذا في مراحل الدراسات في هذا المجال. ناخذ بريك وان شاء الله بنرجع تاني. يعطيكم العافيه.